إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لدعم المبدعين الصغار على قناة نشوان الرزمي. نمو ما غادي هلا والله ما غادي حاجة قاعدكم قد كلهم شعر حلو وناوي له واهو عريس واشتعوك لمن العراس أبهدلوا قدام الناس هو عريس أقول لك مساعدة ماذا حين قاعد يزع الواق خلاص هذا الأوان والله ما أخرج لي بصيري من راسه يا رجل عذوب الشيطان هذا مش عقل احترام والله عذوب الشيطان لا تعمل المشكلة أقول قلوب ساعتي بوزع بصيري ودقنا ما بيس قلنا أنا أقول له لا ترحموش هذا شي سرقة انت ادخل مالك انت المكلف ما تجي عقب هذا وانت عارف ما تقول انا تكمل حال السل تدل حاسب عباد الشاقي ورجع يقول له حرام ما يدخل لي بيت انا اقول له مالي هذا اليوم قل له ظهر غدوه انا حلف ما يدخل لي تحت عتبه الان يلا والله العظيم على مجاهده ما يخلوش واحد حتى يفتهد يا مذحن يا سعيد سوى كيف دار ما دحنا ندور بصيره واخر كذا كنت ما عدناش ناقص السلام عليكم. وعليكم السلام. مش دارين بشي وعادهم مش يصدقوك اللي وقع عملوا محضر وشهود وعادهم مش يكسب القضية اللي وقع خسر ميتنان ولا جانا عندي سيطقة انت غلطان اول شيء ولك دفع كله بياس وما قد لك شو بصيري وثاني شيء ولك مدك علو مدك ايدك علو تمام والضر ميدش حق طيب هذا الرجال من النجي له كيف نفعله خلاص انت ولا جنة بسيارة وانا شو اللي يقول له يا امي ادي لك بصيري يا امي رجع لك بيزك ما بوش داعي ان تشرعوا ولا شيء انتوا بحاجة الريال والقضية انه واضحة مثل ما عين الشمس والله خلاص طيب يلا يا مزرعة خارجة وعليك يا ابو الله انك اكون شارح لكن عبد الغني الثقيل يهدني وضربني ماما الثقيل عبد الغني جاي يهد علي وضربني وانا ما مد عليك مو فعلك ابو خايف هذا ولا فعلك ابو شيء انت داري انك كنت شارح لجد مهار انه ضربك مرة ايوه قل عمل لي 3 ملاطيم و12 دنفة و3 زبط وزرق بي على وجههم الدفرتين والزغمة دكم وهزورة لا محمد عليك عبد الغني ولا علاء وقد قطعت
قال له والله ما خرجت الا قرش واشتي هدير واشتي كل شيء. خلاص بس وقف داغله. انقع هذا عبد الصليب. انقع. الله المستعان عليك يا عبد الغني، تموت على ولد غذا عاطل باطل. زعما لو مخا معك بيسمعوش نكزمش نهادره. اصلا بلاك مش محترم. ولا بينك حتى دو ما لما ظهرنا ادحس هو انا الثلب الاخير الحين خلاص ما بوشي اعذب الشيطان وديك للرجل حق بصيره ولا ردي قلوبيسو ما نشي مشاكل ولا شرائع احنا العيال العام وهله ما نشي مشاكل كمان ناس يضحكوا علينا اقول لك ما تديلوش ولا حاجه الا وقجه هجرني وديلي قرش حقي الحين ما بوشي انا شولي لعنده واقول له يعتذر منك ويعفي عنك وبوسك بالراس وما بوشي ونجتمع بعدين عندك لا لا ما عندي لا انت داري النبوة مع العوائل وبيت طرش خلاص انا جاي بعدها صيح لك ولا انا بيته ايوه اولي بيته قد ضربني وزيد ولا اعتذر منه انا صح بلا كيف اعملها جاي بيتي خلاص لا هي بيتك بيته انسان سخي خلاص يلا بيته يلا خلاص هوية يلا يا عندك وشي حمود الرسياني لنقل كافة العفش والبضائع من
الأرقام التالية. دحين صلوا على النبي. انت غلطان يا سعيد التاجر، حد ما جسكت مطمطه من يوم ليوم مرضك شده بصير حفه صح؟ اها وهو غلطان حد ما جاي مد عليك حبه بحبه، ده الحين يقوم يعبي عنك ما بوشي وديت الدرب بصير حقه. لا لا ما تديله شيء الا وقعدتي لي هجر ودي ارش حقي. يا سعيد انت داري ان عبد الغني مش خايبه لجياتك، تداني ان دعمك مع خطوبه وغدي الضيوف مع خلي شويه اسود مليح. ما لا لا دي حق خطوبه وغدي الضيوف، ارجع يضربني لا اخي ايش غديهم بالمره. لا لا انا قصدي يعني ما يكونش واحد يصير معروف. لا لا ما دخلني ولا شيء، ما انا مشتي لحقي. متى ما ظلمك تجملش بقداحك، ما انا ما تجملش بقداحي ولا حاجه. سعيد عبد الغني مش خيبه. خلاص يا اخي سامح الله بهجر، لا تقولوش ان انا خيبه، ادي قرش. ما لم رايك نحكم له ب50,000 قرش؟ يلا والله النظام، لكن يلا نشني نتخارج. خلاص نحسب له من 50,000 قرش. لمو 50,000 لمو، من كم حسب كم يلطم؟ ما حسبنا هكذا هكذا الكل، ما بقول بالمخارجة. لا لا مش بالمخارجة ولا حاجة، انت داري انه كل شيء غلع ام يلطم بقوله. تحمد الله دخل 50,000 بعشر دقائق وانا لي سنة ما قد اخلك حتى ريال. ملي من كم تشتي تحسب ام يلطم؟ من جزء الناس قل ثلاثة ملاطيم ملطم واحد بكم؟ ب50,000 ايوه. وعشر دنف نحسبها يعني 12 نحسبها من 10,000 ب120 كم؟ 150 و120 270 يعني، وهذوك زائد وزرق بدفرتين وهز ورا نحسب له 30,000 يعني كامل 300,000. بعدين لمو ثلاثة ملاطيم؟ ما تعمل لك ثلاثة ملاطيم؟ لمو لك كذبة كذبة كما كذبة، انا ما عجبني. قول اول ما جاء باشرني ملطم واربع دنف وزبطتين، وانت جاك فرعك انت مش كبو وصاحب السكريم جاء فكك منه وهو جاء زد وفين عمل لي ملطم واربع دنف وزبطه، ورجع جاك فرعك انا ثانيه وصاحب السكريم فكلك من عرضه وهو جاء زد وفي الباقي. حرام ما غلطكم بملطم، قال لك اللي اكلهم وتضاربهم على ملاطم يتحاسبهم. الحين مو غارت يدي 300 والله ما ادري يلا ذقونا. او انت كيف تشتا تضرب بدون ما تخسر؟ عاد انا اشوف البقر ما قاعد عاد هل تبحث عن محطة وقود؟ هل تبحث عن سوبر ماركت؟ هل تبحث عن شركة صرافة؟ كل ما تحتاجه في مكان واحد، محطة ومجمع المفلحي للمشتقات النفطية والخدمات المصرفية. العنوان تجدنا في كل مكان، عدن بير أحمد، عدن المنصورة، شارع السجن، يافع، سوق أكتوبر، المفلحي، سوق القراعي. أوه.
امس وجهشني المبروك عبد الغني الديني والمدي كريم. لما اضربك علامه ما بقول لها كذا فرق ما بقول لا تقول وينو شبعه قزاد علوبيات ولا لا الترقه لا تفلتوش الا بهجر وقرش ولا شيء لا شكون كل شيء ومد عليه اصلا تشتبقى رجال ما انا زعم ما شفلت له حرام ما نفلت له قلنا له هجر سهله لكن قرش ما للحين كيف قصدك كل عادو امس قاك احنا ولا الاخ يا عباد الشاقي قال تحكم بيننا وما اتفقنا لما عباد الشاقي مدخلوا اصلا من متى قوا يحكم الناس بقول لك ما اتفقناش ذا الحين قالوا نولي عند الشيخ فلان بن زعطان اللي السيارات حقه ملانا ميجران مزوج اربع نسوان واراضي حقه ملانا وديان ما خارجنا يمكن له هذا صورته شيخ ركبه هذا شعل لكم المشاكل على الله انا جاي الا لعندك يا نمو هي نعين مع ايش تعملهم ايه خلق احنا نولي عند الشيخ فلان بن زعطان ما تعش نولي احنا اللي تغدي وجزعنا ايه اللي تغدي عندك الا عند عبد الغني ايه تقول مره تغدي بيته ما دعي معك مع الدرقة معك مره تبي لك مالا انت لها عقا مالا خلاص تمام والسيارة سيارج نركب احنا بس سيارة عقا عبد الغني وانت تبي لك سيارة شقانا شركب معاكم لما عدنا دبر سيارة واللي جزع بعدكم ري اه لا استراك ما ليش نركب معاكم وبيننا مقاتل اه لا استراك يعني ما تستحاش ابدا مش اللي مستحي هذا بيرغم مشكلته وسارع لنا على الشيخ تحكم بينهم وانت حاتك ما لو احنا اللي نولي نحله مع نولي شني انا مريض والله ما مريض انا اللي ما عندك تجر سيارة لا مو بينهم قابو ما بلا امس عبد الغني وقفه لما شبعه علامه اني على بصيره اي بصيره اني حقحل الثمان قصاص اضرب له باخ لا عينه ولا اقول له يبطل حداقه يبطل بس بيسجي قليش حط له خير قسي له ابوك يسار امان النش سهل اضرب لما اكسره لا لا قصيره خلق مضربه قال الدخاء لا لا اقول له اهدى له بصيره حقه وادخاله انما نو صاحيره ذي الحين أنت سعيد التاجر. سعيد الكاتب. التاجر. من هنا من ذي محاسن. من الرجال. من هو سعيد التاجر هذا؟ إنه صاحب الدكان ما تعرفه. لا. لا سعيد التاجر حق سعيد. ها؟ سعيد التاجر. ما أبوش عندنا سعيد التاجر. اللي ضربه عبد الغني. عبد الغني معان. هذا الشيخ لما يدير عنده ولا يشتم يأدب عب عليكم انتم ما انتش عند عبادي الشاقي مسكي سخار ايه يلا عرفت لك على ما اقول لك خرج الشبيحات لخارج ودخل قلك زيت وخليك الشبيحات ما حوش قلك زيت تمام يلا عرفت لك اتبع على قولي فخس زوان كما قال نصهم لي منقين يلا عرفت لك يلا شركان عليك هذه الدفرة يلا مع السلامة هاي ترى مو جاهز مش مني ما بقول معنا قضية إيه قضية إيه مو هي قضية أقول لك عبد الغني جاء ضربني هكذا عاطل باطل بدون ما أبو حاجة بدأ باشرني باثنين ملاطين زعيم عبد الغني ليه ما تضربه ترى أصحاب ترى من قرية قهرية ما عليك يا شيخ اشتروك منه أرضية بتسعة مليون تسعمية ما أضش يديني البصيرة جالس لمكني من يوم لا يوم تسعة مليون تسعمية من هالدقي يا انت وزيخ انت رزيق سعيدك اقول لك شغل كيف بالسعودية امانة خمس سنين ليه مو تشتغل بالسعودية شركة مكسرات
يلا يلا ماشي حالك. دحين مو قاعد موضوعكم كما والله ان بلادنا بعيد. دحين فهموني عبد التاجر ضرب سعيد الغني صح؟ لا لا انا سعيد التاجر ضربني عبد الغني اديني والمدي كريم. دحين على مو ضربك على مو؟ على بصيره. ايه نعم بصيره. ايه انا بصيره. البصيره معي. ايه اديه له. والله ما اديه له. قم اضربه. عاد هو ضربني انا شتيك تحكم لي. بس ليه ما اديناش بصيره مكرفك الله. والله ما اديه له لو هجرني ودي لي قرش. ايه وهو ما ضربه. حق ما ما ادوكلوش بصيره. ايه وانت كان شد له بصيره ومش ضربك. دحين خارجنا شغله طريق انا بعيد قريه حقنا. ايه وانت من ضربه. انا ما حد ضربني بس فروح بينهم. وانت مدخلك خليهم ينزلون ملح. للحين مو تحكم بنا عبد الغني وسعيد التاجر كما امر ببيت لحاله تفتقع. دحين ما بوشن تدوا من 100,000 حق المحكم اللي هو انا وعبد الغني يتهجروا باثنين كباش وانت تقول مقبول مرجوع للشيخ اللي هو انا تمام. وانت تدروا 50,000 اللي هي قرش تمام. لا حرام حرام قل حق الدكمات والسفح على وجهه تمام. وانت يما ترجع له بصيره ولا تدلو بيس يلا. ملا يا شيخ و... خلاص يا سعيد خلاص سدينا كلام خلاص ولا تقلمي هكذا لا حب. يلا رفت لكم عاد تضربوا انتوا العيال عام قعوا رجال يبي يضحكوا عليكم الناس. يلا رفت لكم قعوا رجال تمام. ابشر ابشر يا شيخ ولا يهمك. يا عمو كملكم. ايه وانت من ضربك؟ لا لا ما بش حاجة الا انا سعيد ابني. ها انت ابوه؟ لا لا امه. يلا رفت لكم بكره كما تبيس كما بحاجة الريال وانت تدارو بصيلة ولا رجعكم ربيس حقه تمام. إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لدعم المبدعين الصغار على قناة نجوان الرزمي.